في موضوع آخر، الناخب الوطني رشيد الطوسي تخلى لوهلة عن قبعة التدريب وتحول إلى محاضر، وذلك خلال محاضرة احتضر معهد الدراسات العليا للتدبير. الطوسي تطرق في هذه المحاضرة التي رافقه خلال طاقم التقليل المنتخب، تطرق إلى طريقة تدبير المنتخب الوطني لكرة القدم وكذا استراتيجيته في العمل. تقرير محمد بن ثابت. تماشيا مع السياسة التي ينهجها معهد الدراسات العليا للتدبير في المساهمة في الحياة الاقتصادية والثقافية والرياضية، نظم المعهد محاضرة حول طريقة تدبير المنتخب الوطني لكرة القدم واستراتيجية عمله. ارتأينا أن ندعو الناخب الوطني الذي تم تعيينه مؤخرا كما هو معروف للكل، وذلك من أجل تمكين طلبة معهد الدراسات العليا للتدبير على مسايرة آخر التطورات اللي كاينة في مجال ديال تدبير الفريق الوطني ديال كرة القدم. الناخب الوطني رشيد طوسي حظي باستقبال الأبطال من لدن طلبة المعهد الذين تفاعلوا إيجابا مع عرض شريط لإنجازات المدرب الوطني. أول شيء تنشكروا المؤسسات العليا، أظن اللي كتضمن نخبة يعني من الطلبة، أظن اللي سوف يكون إن شاء الله في المستقبل هما المدبرين ديال الشأن الرياضي في المغرب، وأظن هذا في إطار التواصل بيننا وبين هاد النخبة من الطلبة. تظهر لي باش على الأقل نبينوا لهم يعني النموذج ديال 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 جامعة كرة القدم وفريق الفريق الوطني المغربي يعني في التدبير ديالو يعني لشؤون الفريق. موضوع تدبير المنتخب الوطني حظي بمناقشات مستفيضة من لدن طلبة المعهد، لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في مجال دراستهم. في دوركم انتم كتقوموا يعني، واللي كنتمنى ان شاء الله منكم يكونوا يعني ناس ديال الخبرة في التدبير الرياضي ان شاء الله في الفرق ديالنا المغربية، لانه في المستقبل سيكونوا ناس دائما عندهم مشاريع او عندهم حلم ويحاولوا يحققوه. معهد الدراسات العليا للتدبير يراهن على مثل هذه الحلقات الدراسية لتقريب طلبته من تجربة المختصين بالميدان. شهر مارس المقبل يضرب المعهد لطلبته موعدا مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني،